ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. ولذلك أصحاب الفسق وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب، يفرحون به ويؤيدونه لأنه يصلح لهم، يعني يعملون ما يشاءون وهم على إيمانهم عند المرجئة. فأصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب، فهو مبني على التلاعب بالدين والتحلل من الدين نهائيا. هذا ما يؤدي إليه هذا المذهب. نعم.